الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أنا ناوي عاشق سيدنا محمد صلى الله عليه ويربح يا من صلى على الشريف العدناني واحد يا لاله ملوح في الكتاب ينظر فيه والثاني يا لاله ملوعين في القران يرتلوا فيه وانا والدوله المغربيه ملوعه بالقران العظيم نرتل فيه انا وغدا غدا يا لاله غدا لدار السلطان غدا يا لاله نجني الحب مع الريحان رفت مالي يا لاله ومشيت نشريه لقيت يا لاله بيبان تفتحت عليه هذاك هو مولاي الحسن فوق العود والدوله المغربيه كلها فرحانه بها انا وصغرتي يا الشابات انا زبيده بنت الله صخرة الله العلويه رئيسه الامداح النبويه من مدينه السالة كنتقدم بالتهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الامير الجليل ديالنا وليدنا وحفظنا مولاي الحسن الله يحفظه لنا وينجي لنا ويعلي درجته ويخلي لنا رئيس الامه المغربيه ويخلي لنا الظل ديالنا جلاله الملك محمد السادس نصره الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.